يعني بنعاني من تبعاتها وهي فيروس كورونا او كوفيد 19. هنا بقى ما بيفرقش كمان بين رياضي وغيره، لان الخبر اللي معانا هو كان اخر بقى ضحايا كورونا نجم المصارعه العالمي كامالا، هو واللي هو كان مفروض اتحاد مصارعه المحترفين الامريكي اعلن وفاته عن عمر هنا بيناهز 70 سنه، واعلن كمان ان هو مات نتيجه تاثره بفيروس كورونا. هو اشتهر على حلبات المصارعه، ده كان خلال الثمانينات والتسعينيات القرن الماضي، وخاض مباريات ضد عدد من ابرز نجوم اللعبه زي هوجن واندرتيكر لو حضراتكم فاكرين، يعني كنت بحب قوي اتفرج عامه زمان. اشتهر كمالا كمان بتقمصه، كان شخصيه المحارب الافريقي، كان بيحمل كده زي رمح في ايده وفي عليه رسومات غريبة جدا على وشه كان بيرسمها، وكان بيبقى دايما بيصارع وهو حافي القدمين لو حضراتكم في منكم يعني فاكرين. والله يرحمه طبعا بقى ويرحمنا جميعا من هذا الفيروس. والله اللهم امين، ربنا يسمع مني كان هون. طيب تعالوا بقى نتكلم عن جايزة تعتبر هي الهدف السامي لأي لاعب في الدنيا بيتمنى الحصول عليها، جائزة أفضل لاعب، ده حلم كل لاعب.